كانت قد أخذت سيلينا غوميز استراحة من وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة إنستغرام بسبب تأثيرها السلبي على صحتها العقلية فيما مضى، وقالت في مقابلة مع فانيتي فير: على منصات وسائل التواصل الاجتماعي يحصل الأشخاص على تفاصيل شديدة لأنهم يكتبون تعليقات محددة للغاية وذات معنى. كنت أعاني من قلق دائم بسبب نفس الشيء ولم أعد قادرة على فعل ذلك بعد الآن. أضافت غوميز أيضاً أن هذا هو السبب وراء امتلاكها لتيك توك فقط على هاتفها لأنه أقل عدائية قليلاً. ويقوم فريقها بتصفية التعليقات وتجميع بعض الأشياء المشجعة فقط لتراها، لأنها تشعر أن السوشيال ميديا هي واحدة من الأماكن الرائعة للتواصل مع الناس ومشاهدة قصصهم. حتى عندما يدير فريق سيلينا حسابها على إنستغرام، فقد تجاوزت مؤخراً كايلي جينر لتصبح واحدة من أكثر النساء متابعة على منصات التواصل الاجتماعي. ومؤخراً بدأت بنشر صور قديمة لها تذكرها بذكريات قديمة، مثل تصوير كليب Back to You، صور لتسريحات قديمة، صور مع صديقاتها وغيرها. ولكن بعد دراما الحواجب وبعد أن دفعت على صديقتها تايلور سويفت في تيك توك وشكرت العديد من المؤثرين على دعمها، قامت ببث مباشر سريع قائلة: أنا سعيدة للغاية، أنا محظوظة، لدي أفضل الأصدقاء وأفضل المعجبين في العالم بأسره، ولا يمكنني أن أكون أكثر سعادة، أنا بخير، أحب الطريقة التي لا أهتم بها، أنا كبيرة ولا أهتم، أنا أحب نفسي، ونعم سأخذ مرة أخرى استراحة من السوشيال ميديا لأن هذا سخيف بعض الشيء، وأنا في 30 من عمري، أنا أكبر من ذلك، لكني أحبكم كثيرا يا رفاق وسأراكم قريبا، سأخذ استراحة من كل شيء. بعدها ألغت تشغيل تيك توك وأعادت فورا تشغيله، فأصبح الفانز في حيرة من أمرهم، وهل هي بخير؟ لأنها تعاني من أمراض نفسية. المقطع الأخير الذي نشرته هو عبارة عن ما مختصره: لا لست مستعدة للمواعدة لأنه يجب أن ألتزم وأخرج للقاء الناس. يذكر أن سيلينا غوميز الآن تقترب من 50 مليون متابع على تيك توك، وهذا بسبب الدراما التي حصلت مؤخرا وبسبب نشاطها المستمر قبل أن تأخذ استراحة.